السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مطبخ نيمو الرفاعي النهاردة إن شاء الله فيديو جديد كده آه، النهاردة آه، والدتي جابت لي الموسم وهي جابت لي قبل رمضان بأربعة أيام خمس أيام بس هو الفيديو نازل متأخر آه، جابت لي حاجات حلوة بصراحة جدا آه، فقلت لازم طبعا أشارككم معايا في اللحظة دي جابت لي شكرة رز و... واثنين ش... اللي هي الباكيتات الخمسات جابت لي اثنين وجابت لي شكرة كبيرة خمسة وعشرين والمقارنة بقى والشعرية وكده وده جابتلي لي الجلاش طبعا رمضان هو جلاش ورقاق والحاجات الحلوة ديت يعني كل سنة وانتم طيبين ودي سمبوسه وده كان ورق عنب حاولت افتحه بس الشنطه كانت مقفله بصراحه جامد والحاجه هي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر ده كان خيار و... وليمون وزي ما انتم شايفين انا ما انا كنتش عارفه حتى ان انا اقعد على الارض وده فلفل رومي طبعا الفيديوهات اللي هتبقى جايه الايام الجايه هتبقى فيديوهات كتيره جدا وحاجات بقى كل اي حاجه هنعملها طبعا هصورها لكم وده دي ملوخية وده بطاطس وكانت في شنطة تاني زيها ودي بقى عبارة عن توابل بقى اللي هو مرقة الدجاج والكمون ورق لورا وفلفل اسود وفيجيتار وبقسومات من ده كيلو من ده كيلو فيجيتارو وبقسم دول الاتنين دول انا بخلطهم على بعض وبشيلهم في حاجه كده كبيره واحطها في التلاجة تفضل معايا بفترة كبيره بصراحه وطبعا ما ينفعش ان انا احطها بره التلاجة عشان هتسوس دي التوابل اهي بعد كده انا كنت بشيل التوابل على جنب عشان المكسرات والحاجات ديت مثلا متكرفش وكده كانت جايبه لي لفتين قمر ودا وده تمر بالشوكولاته يعني هي يعتبر شوكولاته محشيه تمرية ده نوع ونوع تاني تمر بالشوكولاته البيضه ومحشي لوز بس بصراحه تحفه وده تمر محشي كاجو وده عين الجمل طبعا اول لما الحاجات دي زي ما انتم شايفين الصاله كانت عامله ازاي فروحت على طول مسكت حاجه حاجه اول حاجه الفراخ انا طبعا كنت قايله ان الفراخ الصدر بتاعها اعمله لي يعني خلي لي الوراك عادي والكتاف بس الصدر خليه لي بانيه اول حاجه عملتها مسكت الفراخ وحطيتها في الميه على طول بعد كده مسكت اللحمة وقطعتها وكيستها وحطيتها في الفريزر السوبيا دي جميلة جدا تحفة بصراحة سوبيا ابو عوف دي وبقى والسمنة انا كمني لسه عندي سمنة يا جايبالي سمنة جايبالي خمسة كيلو فانا عندي اصلا عندي اه 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 اتنين كيلو ونص كده فقلت اما اخلصهم الاول اروح بقى مسيحة السمنة بالمرة لكن دلوقتي بصراحة مرضتش ان انا اسيح السم وشلته وكانت برضو خبزالي عيش رحت العيش مكيسة على طول وحطه في الديب وعايز اقول لكم على حاجة رودس عملت جبنة العلبة بقت كبيرة وليها من فوق غط غطا كده اللي هو مثلا عشان الجبنه لو فتحتي العلبه الجبنه من فوق ما تنشفش منك بصراحه شكلها تحفه وده البلح اهو اللي هنبله ان شاء الله اول يوم والمكرونه اهي ودي طبعا البسبوسه وده احسن نوع انا بحبه في البسبوسه يعني ولا العلبه بحبها ولا اي حاجه لا هي النوع ده مع معلقتين سمنه وكوبايه زبادي وخلاص على كده وشويه الشربات اللي هتعمليهم ودي النشا اهي جابت بصراحه كيسين كبار جدا نشا يعني نشا دي يعني بتاع سنتين كده اصلا عقبال ما تخلص هي رود سهل اللي بقول لكم عليها. شكلها حلو قوي بصراحة جميلة قوي واحدة بالرومي واحدة بالشيدر. وفي طبعا انواع كتيرة جدا في بالشطة وفي بالبسترمة انواع كتيرة جدا. وده زيت. ودي المكرونه لان يعني هي جابت شكاره ونوعتلي لي كرتونه كده نوعت لي بلسان عصفور والمكرونه القواقع ومكرونه قلم يعني نوعتلي لي كده بصراحه تشكيله حلوه جدا وجابت لي برضو كرتونة ملح وجابتلى لي برضو كفتة رز بس بصراحة انا لقيتها عاملها لي مجهزةالى لي رصاها كمان بصراحة لان انا عارفة كفتة الرز انا برصها مثلا ايه في اللي هو اكياس التلاجة دي هي عارفه انا بعملها ازاي على طول بصراحه عملت لي وجابت برضو لبن جابتلي خمسة كيلو ما شاء الله اهو هما دول اللي جابتهم لي المكرونه وجابت لي كرومبتين وادي العيش هو اللي هي كانت خبزاه وده اللبن اهو ودي اهي كفتة الرز عملتها لي بصراحة عملت بنا طعمة تحفة جدا ودي الفرخة اهي والبني اهو اللي جوا الكيس ده ودي السمنة اهي بس انا شلتها بصراحة ما استخدمتهاش دلوقتي دي اللحمه المفرومه جابتلي لي 2 كيلو لحمه مفرومه وكيلو من الجبنه الموتزاريلا النوع ده بصراحه اول مره استخدمه فهستخدمه واعرفكم طبعا في الفيديوهات اللي جايه وجابت لي سوسيس بصراحه جابتلي لي شويه حاجات جميله جدا بصراحه وادي اللحمه اهي حتى المخلل بصراحه جابتهولي بصراحه حاجات كانت جميله جدا كل سنه وانتم طيبين ويا رب ربنا يخليهم لي يا رب ماما وبابا واخويا وبنت اخويا نور نور الصغنونه وجوزي طبعا ربنا يخليه لي يا رب كل سنه وانتم طيبين وحاجات بصراحه جميله جدا ما تحرمش منهم يا رب بعد كده انا الشوكولاته الصغيره دي اللي هي محشيه التمر هفتحها لكم اهي هفتح لكم منها واحده بالشوكولاته الغامقه واحده بالشوكولاته البيضه بس بصراحه نوع بصراحه انا اول مره اشوفه بس عجبني بس دي طبعا مش دايما يعني مثلا ممكن تاخدي واحده في اليوم مثلا عشان طبعا سكريات وكده يعني هو التمر لوحده اصلا بيكون مسكر التمر لوحده فما بالك بأي شوكولاته ولوز كمان ، اتمني ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ومتنسونيش في اللايك والاشتراك ولو اول مره تشوفي قناتي ريت تدوسي علي اشتراك وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته